يقول السائل: هل إذا توضأ الإنسان في نهار رمضان وخرج من أسنانه دم ولا يدري هل دخل إلى جوفه شيء منه أو لا، ماذا عليه؟ إذا لم يتعمد ابتلاع شيء فلا يؤثر، لو راح إلى حلقه بدون اختياره فإنه لا يؤثر على صيامه، إنما الكلام في التعمد إذا تعمد هذا. نعم.